الاقتصاد التركي في دقيقة، أهلا بكم. وصلت صادرات تركيا من الحافلات إلى 86 بلدا في النصف الأول من العام الجاري. وحسب معلومات من جمعية رودار لمصدري السيارات، فإن قيمة الصادرات من الحافلات بمقاساتها المختلفة في الأشهر الأولى من العام تراجعت أسوة لكافة دول العالم بسبب تفشي الجائحة. تستعد شركة الطيران التركية بيجاسوس تنظيم رحلات بين مطار أسنبوغا في العاصمة أنقرة ومطار ستانستيد في العاصمة البريطانية لندن. وفي بيان نشرته قالت الشركة إن رحلات جوية ستنطلق بدءا من 22 يونيو المقبل. ارتفعت صادرات قطاع السفن واليخوت التركية بنسبة 22% في الربع الأول من السنة، وزادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي في الفترة نفسها بنسبة 46%.